هاي جريد 1، معاكم مس ايمان سيد من قناه مس ايمان. بيفور اي ويل ستارت اور ليسون توداي شابتر 3، اي وود لايك تو سي ذات اي وود لايك تو اكس اور شانل لينك ذيس اند ميك شير لايك سبسكرايب تو ماي شانل. اي هاف وات ا جروب اون واتساب، اي وود لايك تو اف يو وونت تو جوين مي تو سند يو ذا ريفيجنز. I would like to do so. I have a link on Facebook. You can share me in this link. كنت بس عايز اقول لكم جريد 1، انا دلوقتي عندي ليا قناه على اليوتيوب، احب ان انتوا تخشوا وتعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عليها، ده اللينك بتاعها. وعندي جروب على الواتساب اهو موجود قدامكم، تحبوا لو تحبوا تدخلوا وتشوفوا الريفيجنز اللي ببعتها ببعتها لكم. وعندي جروب على الفيس، لو انتوا تحبوا تشاركوا معايا وتشوفوا المراجعات ادخلوا وشوفوها، اهو اللينك بتاع الفيس. اوكي، النهارده هنبدا مع بعض. Today we are going to start the last chapter in your book discussion. النهارده هنبدا نخلص اخر شابتر عندنا في الترم، في الفيرست تيرم بتاعنا بتاع الديسكفر، بتاعنا اللي هو شابتر 4 في سيم 2، ده اخر شابتر هناخده. وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنبدا ناخد هنحضر بقى للايه، للسكند تيرم. سيلبريتنج ذا وورلد اراوند اس، يعني ايه كلمه سيلبريتنج يا جريد 1؟ سيلبريتنج طبعا هي كلمه طويله، طبعا مش مطلوب انكم تحفظوها بس اعرفوها اورال، حتى الاحتفال حول العالم. طبعا هنا الكلام بيقول لي سيلبريتنج، بيتكلمنا عن ايه؟ بيتكلمنا عن ايه؟ عن الفيستيفالز، الاحتفالات، الحاجات اللي احنا بنحتفل بيها، او الاعياد، الاعياد اللي احنا بنحتفل بيها، او المواسم اللي احنا بنحتفل بيها. هنا بيقول لي ايه؟ في هنا مديني اكتيفيتي كده، بيقول لي ايه؟ ماتش ايتش سيلبريشن وذ ايتش سوتبل داي، سوتبل وذ ايتش بوسيبل بيكتشر. يعني ايه؟ يعني هنا مديني بيكتشر وبيقول لي ده احتفال وعايزني اعرف الاحتفال ده ايه. طبعا احنا قدامنا هنا الاحتفال ده، انتوا كده لما تشوفوا كده بابا نويل والشجره الكريسماس والكريسماس تري والناس بتحتفل، يبقى ده معروف ان هو ايه، من غير ما اغير، من غير ما اقول ده ايه، ده الكريسماس. طب انا شايفه الشيب والناس بتعمل اي ثينك فتا، احنا طبعا بنقول عليها بالعربي هنقولها برضه بالانجلش برضه، الفتا والحاجات اللي احنا بنعملها من الشيب، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ عيد الايه؟ عيد اضحى. طيب هنا البنت هنا جايبه ايه؟ البيسكوتس والحاجات اللي احنا بنعملها في الايه؟ في العيد ده، ده عيد الايه؟ عيد الفطر. طيب هنا ده بدايه ايه؟ بدايه الايه؟ السنه اللي هو ايه؟ الكريسماس. اوكي؟ تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. طيب هنا هنبص هنا مع بعض، بصوا هنا بقى معايا، هنا ده ايه؟ ده الاحتفال ده ايه؟ ده الاحتفال اللي قدامي ده ايه؟ ده الكريسماس، هنحط هنا ايه عن الكريسماس، اوكي؟ طيب هنا عيد الاضحى، عيد الاضحى بيبقى فين؟ عيد الفطر، عيد الفطر فين؟ هنا. طيب ييرز ايفي، ييرز ايفي اللي هي الاخيره دي، اللي هي بدايه السنه الجديده، اوكي؟ تعالوا بقى هنا بصوا معايا. بصوا هنا بقى معايا، بيقول لك ايه؟ color with green، احنا نلون باللون الاخضر، on things that happened during عيد الاضحى. في عيد الاضحى هنا جايب لك عيد الاضحى وبيقول لك في الحاجات اللي بتحصل فيه. طبعا هنا نعمل ايه؟ بالجرين هنلون بيه. طبعا هنا احنا هنلون ايه؟ الايه؟ الحاجات. طبعا عيد الاضحى معروف بالايه؟ الشيب، بالخروف، هنلونه بالجرين. طبعا هنا الريليتيفز قاعدين مع بعض بيقولوا بيهنوا بعض بالعيد، هنعمل هنا ايه؟ بالجرين. طبعا هنا الولد ياخد العيديه من هير انك، من هيز انك مثلا، يبقى هنلونها جرين. طبعا الايه؟ البراينج، الصلاه. اه طيب هل دول لهم علاقه بالعيد بتاع العيد الاضحى؟ لا رونج، يبقى دول مالناش دعوه بيهم. طبعا هنا الفته دي عن كده، دي لا دي, 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 دي طبعا صوت المدفع ده من ايه؟ ان رمضان، يبقى دي مش تبع الايه؟ عيد الاضحى. هو انا عايز يقول لك الحاجات اللي بتحصل في عيد الاضحى، ايه؟ عندنا الشيب، عندنا اللي هي فيزيتنج ريلاتيفز، عندنا saying thank you to saying thank you to my uncle that giving us money of Eid, the praying, الصلاة اللي هنا الفتة. طبعا دول طبعا مش ايه، ما لهمش صلة خالص خالص بالايه؟ بعيد الأضحى. اوكي، تعالوا انا بقى learn time. هنا celebration in Egypt،
تعالى بقى نشوف هنا السليبريشن ان ايجيبت، الاحتفالات في مصر. فاير وورك جو اوف ان ذا سكاي، لان هي لما بتيجي بدايه السنه الناس بتضرب كده زي صواريخ ناريه عشان تعبر ان السنه دي بدات. Families celebrate together، الاسر بتحتفل مع بعضها. Children get new clothes، طبعا بيجيبوا ملابس جديده. Girls and boys get sweets and toys، بيحصلوا على الهدايا والايه؟ واللعب. طيب في عيد الفطر بقى هنا عندنا زي pray together، pray يعني ايه؟ بنصلي مع بعض. طبعا انت في عيد الفطر انت بتشوف بابا وبابا واخواتك وكده بيروحوا يصلوا، طبعا احنا بنروح نصلي معاهم. زي pray together. Families celebrate together، والاسر بتحتفل مع بعضها. زي eat كعك، كعكه هي المفروض الكحك يعني اللي احنا عارفينه. Children get عيد العيد هي عيد عيد يعني عايز اقول ايه، جيت عيد اللي هي عيد اي 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 هي عيد يعني اللي هو ايه، يعني ان هم يعني بيحتفلوا بقى مع بعض الاولاد يقولوا في بعض كل سنه طيبين. they visit relatives، بيزوروا اقاربهم. اوكي هنا families celebrate together، they pray together، بيصلوا مع بعض. they witness the curve of the sheep، ده اللي هي عيد ايه، عيد الاضحى. ده الاضحى بقى اللي هو ايه، sacrifice، sacrifice يعني يضحي، sacrifice of the sheep، يضحوا بالشيب. وهنا they pray together، they eat فتة اللي احنا قلناها لكم. children get ايديا، سوري انا ما عرفتهاش اللي فوق، هي مقصود بيها عيديه يعني some money gives to you in عيد، اللي هي ايه اللي هي الماني اللي بتاخدها في العيد اسمها عيديه. children get عيديه، they visit relatives، بيزوروا اقاربهم. طب في الكريسماس بقى عيد الميلاد المجيد، اللي احنا بنقول عيد الميلاد المجيد او الكريسماس اللي احنا بيبقى زي ايت ميت، طبعا هم اخواننا الكريستيان بياكلوا ميت في العيد ده. تعمل سيلبريت توجذر والاولاد بيحتفلوا. هنا بيقول there are some examples of good and respectful behaviors to get a great celebration day. في بعض السلوكيات واللي احنا نحترمها مع بعض في اثناء الاحتفالات. هنا visit relatives، اول حاجه هنا visit relatives، زور الاقارب. listening and paying attention، ان ننتبه ونسمع. طب saying thank you، بيقول ايه thank you، دي طبعا ايه بعض السلوكيات اللي المفروض ان احنا ايه بنتبعها. فده بيقول لك ايجيبشن فود، ايجيبشن فود ده ايه؟ يعني الطعام اللي هو اللي هي الاطعمه التقليديه المعروفه عندنا في البلد، يعني مثلا عندنا إيه؟ عندنا البينز الفود ده الاطعمه المعروفه، فته في العيد معروفه عندنا، الكشري الحاجات دي. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ color the circuit of the traditional Egyptian dishes with green، Egyptian dishes الحاجات اللي هي المعروفه عندنا هنعملها ايه بالجرين، اللي هي مثلا ايه؟ هتلون هنا عندنا الكشري، عندنا هنا البينز، دي حاجات التراديشن. سيب طعميه، هنا ملوخيه، دي فته، كل الحاجات دي طبعا ايه تراديشنال فود، طبعا احنا ايه بنعملها ايه بالجرين، يعني دي هنا اهي، دي الحاجات اللي هي التقليديه. طيب ايجيبشن كاستمز، كاستمز يعني ايه ملابس اللي هي الملابس التقليديه المعروفه، يعني احنا عندنا النوبلز ليهم كلوزز معينه، الفارمر ليه كلوزز معينه، الفيشنج الباد، كل واحد ليهم ايه كلوزز معينه. هنا بيقول لك ايه تشيك of the item of the of item of traditional Egyptian customs، الحاجات اللي هي معروفه للايه الحاجات التقليديه او الحاجات اللي هي معروفه عندنا في اللبس المعروف للايجيبشن كاستمز، من عادات الايه اللبس التقليدي بتاع الايجيبشن بتاع يعني زي المصري بتاعنا المعروف او التقليدي، زي مثلا ده زي الايه الفارمر، ده زي البدوز، البدوز الفيشنج اللي هو اللي هم اللي هم بيصطادوا، ده اللي هم مثلا بتوع ابر ايجيبت الصعايده اللي هم دول، ده التراديشنال بتاع اي ثينك ذيس ان انديا نوت ايجيبت، ذيس از تشاينيز، تشاينيز نوت ايجيبت. اوكي يعني دول تشاينيز انديا دول معروفين، ما لهمش مش تراديشنال ايجيبت. يبقى اللبس التراديشنال ايجيبشن اللي هو ده الهيري، ده اللي هو البدو الفيشنج، والابر ايجيبت اللي هم بتوع الايه الصعيد. اوكي هنا بيقول لك ايه اكتيفيتي جوين سنسز وذ سوتبل ايجيبشن تراديشنز، يعني ايه حط الايه، يعني حط
الساونسز اللي هي اللي بتعبر عن الترديشنال الترديشنال ايه تراديشن الايجيبشن تراديشنز، يعني ايه التقاليد المصريه. هنا اي كان هير سونجز، هير سونجز ايه ربابه، اللي هي دي اسمها الربابه اهي، يبقى هي تراديشنال سونج. اي كان سي اند فيل ذا كلوزز، وبشعر بالايه اللي انا ممكن اشوفه، اشعر بالايه باللبس اللي هو ايه اللي هي فوق دي، اللي هو التراديشنال كلوزز اللي هي دي. هنا بقى عندنا I can taste food. لا هنا اهي اللي هي ايه؟ I can see and feel the clothing اللي هي دي، اللي هي اللبس بتاع الايه؟ الفارم. طيب هنا taste, smell and taste، يبقى ايه اللي هي دي؟ اوكي؟ ده التراديشنال ايه؟ smell and taste. خلاص؟ بصوا هنا بقى معايا، هنا بيقول لك ايه؟ Join the Egyptian monument، الاثر المصري with this information. هم طبعا مديك information عن حاجه معينه، وانت هتطلع ايه الحاجه دي. هو زي كده بيديك بازل كده وبيقول لك دي ايه. It's located in Giza on the west bank، في الضفه الغربيه of the Nile. It's the largest stadium in the world. It has head of human and body of lion. طبعا ده واضح قوي اللي هو جسم انسان وجسم انسان ولا جسم اسد وراس انسان، ده معروف مين؟ اللي هو سفينكس، اللي هو ايه؟ ابو الهول. They are located in Giza، هي بتقع في الجيزه. They are the most famous Egyptian monument. Their number is three and and the greatest one is Khufu, that is the largest and tallest one. اللي هو مين؟ Pyramid of Giza. Okay؟ طيب يبقى احنا عندنا قلنا دي اول واحده اللي هي مين؟ قلنا سفينكس. ثاني واحدة قلنا الـ Pyramids of Giza. It's located in East Bank، في الضفة الشرقية of the river. Of the river. It has dedicated to pray three Egyptian kings. هي هي ايه يعني؟ هي كانت مكان ل يعني مقبرة لثلاث ملوك. طبعا هو ايه؟ لوكسور تامبل. لوكسور تامبل اللي هو معبد اوكسور. It's located on the west bank of the Nile. هي في الضفة الغربية من النيل. River and it's filled into a cleft. Cleft يعني بنيت على حافة. It was built in to an hour queen Hatshepsut. It's also in it's in an honor of Amun. Amun يبقى مين؟ The temple of Hatshepsut اللي هي متحف حتشبسوت. Okay. أنا بيقول لك إيه؟ Locate the historical sites around the Nile on the map of Egypt by using signs signs inside the book. يعني هنا مديك sign مثلا square sign circle square اللي هي روكسو temple اللي هي بالريكتانجل سوري مش بالريكتانجل square. يبقى احنا هنا عندنا ال pyramid of Giza and Sphinx، هنعملها هنا circle. التامبل اوف هاتشبسوت ان لوكسور هتعملها تراينجل. لوكسور تامبل ان لوكسور، لوكسور تامبل ان لوكسور معبد لوكسور هنعمله سكوير. طبعا هنا مديك الماب وانت هتعمل بقى الكلام ده. يعني مثلا احنا دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه، بيقول لك الجيزه اند سفينكس. جيزه اند سفينكس فين؟ الجيزه هنا مثلا، الجيزه وسفينكس هنعملهم بالايه؟ هعمل مثلا هنا جاي عامله هنا سيركل. هنا حتشبسوت لوكسور، لوكسور اللي هو حتشبسوت، يبقى هنعمل هنا ايه؟ تراينجل. اوكي؟ طيب حتشبسوت اوف لوكسور، لوكسور ان تامبل، لوكسور ان تامبل فين بقى اللي هي الايه؟ يعني هنا تعمل طبعا هو مش جايبها لك بالظبط، بس يعني هنقول يعني مثلا ايه؟ هنعمل التامبل اوف حتشبسوت بالتراينجل، والتاني هنعمله ايه؟ سكوير. لوكسور ايه؟ لوكسور ايه؟ تامبل اللي هو معبد الاقصر، ولوكسور وتمبل اوف ايه حتشبسوت اللي هو ايه المعبد بتاع حتشبسوت. طب بص انا بقى معايا في الاكتيف ده، هيلب كارين تو ترافل تو اتش هيستوريكال سايت باي ذا بوسيبل ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن يعني المواصلات، يعني هنا كريم عاوز يروح الحاجه دي في المكان ده بالمواصلات. فهنشوف بقى هنا هيقول هيروح ازاي. كيف؟ طيب هنا دلوقتي مثلا هو عايز كريم ان ماي نيم از كريم اي ليف ان كايرو، هو في كايرو. هو مثلا ما يجي عايز يروح مثلا عايز يروح البيراميدز. البيراميدز هو ممكن في وسيلتين، البيراميدز ممكن يستخدم حاجتين، يا اما ممكن يستخدم الباص وممكن يستخدم الكار.
عشان يروح الايه؟ البيراميدز. اوكي؟ البيراميدز ممكن يستخدمها في الباص او بالكار، الاثنين ممكن ايه يروح. اوكي؟ طيب هنا عندنا بعد كده اهوت عندنا سفينكس. سفينكس هتبقى برضه ممكن بالباص وممكن بالكار، لان هما الاثنين على فكره في نفس المكان. طيب هنا بقى بنقول عندنا، هنا بعد كده عندنا لوكسور، بنقول هنا حتشبسوت ولوكسور. لوكسور عادة معروفة إن هي بالترين، أوكي؟ لوكسور عادة هو الناس بتركب ترين عشان تروح لوكسور. تمبل أوف حتشبسوت ممكن بالإيروبلين وممكن بالترين، يعني ممكن برضه في ناس يعني بيحجزوا طيران ويركبوها وممكن بالترين. بس هنا إحنا عارفين إن لوكسور، لوكسور عادة بتروح بالإيه؟ بالترين، أوكي؟ ترين بس ما اي ثينك ان الباص نوت بوسيبل، ممكن بالباص ممكن. بص تعالوا بقى نبص مع بعض. بوت رايت او فولد ذا بيهافير فور فيزيتنج هيستوريكال بليسز سايتس اند نوت باد بيهافير. يعني هم الناس بتروح تزور الهيستوريكال بليسز اللي هي الاماكن او الهيستوريكال سايتس، اماكن تاريخيه. في ناس بتهتم ان هي تحافظ على المكان، وفي ناس ما بتهتمش ان هي تحافظ على المكان. طب هنشوف هنا بقى الباد بيهيفير والجود بيهيفير. انا شايفه هنا الناس، هنا التيتشر معاهم، ها، او التيتشر هي الجايد بتاعتهم في التريب، في الرحله. طيب هنا هو انا شايفه الاولاد هنا منظمين والتيتشر معاهم، يبقى ده ايه؟ هنحط هنا جود بيهيفير. طب ده سلوك جود بيهيفير؟ نو، ده باد بيهيفير. هنعمله بالايه؟ بالريد. اوكي؟ هنعمله بالريد. اوكي؟ هنا دول كده بيعملوا سلوك جود ولا باد؟ لا باد. طب دي جود بيهيفير؟ يس جود بيهيفير. Is it good behavior? Yes, it's good behavior. Because the girl is throwing garbage in the garden, in the waste garden, in the waste basket. بترمي الجاربج في الويست باسكت، سله المهملات. هنا تبقى رايت. طب هنا لما هي throwing the garbage in the museum او في المكان اللي في الهيستوريكال بليس، يبقى ده ايه؟ wrong. Okay. طيب هنا انا شايفه الاولاد هنا عمالين ايه؟ يلعبوا في المونومنتس، في الاثار والكلام ده، يبقى هنا ايه؟ رونج باد بيهيفير. هنا بيتفرج على الاثار من غير وزاود ايه؟ تاتشنج ايه؟ يبقى هنا ايه؟ رايت. ده بيقول ايه؟ فاهم. تعالوا بقى هنا بصوا بقى معايا، ده اللون تايم. ده طبعا هو بيديني الصفحه دي، بيديني البريف اللي انا اخدته في الليسون كله. ايجيبت هاز ماني هيستوريكال سايت، مصر فيها العديد من الاماكن السياحيه. تعالوا نقرا كده مع بعض ونفهم الكلام اللي قلناه. بيراميدز اوف جيزا، اهرامات الجيزا are located in Giza. الأهرامات located in إيه؟ in Giza، في الجيزة. They are the most famous Egyptian monument. هي من الآثار المشهورة. There are three pyramids and Greek pyramids of Khufu is the largest and tallest pyramid in the Egypt. هرم خوفو هو أكبر هرم وأطول هرم. طيب Sphinx located in Giza on the west bank في الضفة الغربية of the Nile, River. It's the largest statue. هو أكبر تمثال in the world. It has the head of a human, راس إنسان, and body of lion with جسم أسد. Luxor Temple is located in East Bank, بيقع في الضفة الشرقية of the River Nile. The temple was dedicated to pray three Egyptian kings. في three Egyptian kings يعني إيه؟ اتدفنوا في هذا التمبل اللي هو معبد الأقصر. Temple of حتشبسوت اللي هو معبد حتشبسوت لوكيتد ان لوكسور. يبقى هنا عندنا لوكسور تمبل، معبد لوكسور ده موجود في لوكسور، وعندي تمبل اوف حتشبسوت ان لوكسور اولسو. اوكي، بس ده ان ايه؟ ده ان ايست بانك الضفه الشرقيه، لكن ده ان ويست بانك في الايه؟ في الضفه الغربيه. اوف ذا ريفر نايل، اوف ذا نايل ريفر، اوف ذا نايل ريفر. ذا تمبل از بيلت انتو اكليف، كليف يعني كده على حافه يعني. ات ووز بيلت، ات ووز بيلت تو انور to honor هو بنى to honor queen حتشبسوت الملكه حتشبسوت is also in honor of Amun وبرضه اللي كانوا بيقولوا عليه اله ابوه. ايجيبت هنا عندنا ايجيبت، هنا بصوا معايا هنا songs food clothing. هو عايز يوريك ال Egyptian ايه traditional songs اللي هم ايه؟ the single plays with rababa اللي هي rababa دي من traditional musical instrument الايه؟ الايجيبت. في عندنا فول هنا مكتوب هنا كشري فاكتا اند فول مدمس اللي احنا بنقول عليه بينز دي هنا كلوزز. اوكي، وي شود ريسبكت اور ايجيبشن مونومنت باي فولوينج ذا ابريشيت بيهيفير فور فيزيتنج مونومنت اوف ذا هيستوريكال سايت ويتش ار ستينج ان لاين
to wait your turn. Be silent or speak quietly. Keep clean, don't touch anything unless invited to do so. طبعا هو هنا بيقول لك ايه في الـ يعني ايه دي ايه الانستراكشنز دي من الكلام اللي احنا بنستخدمه فيها. هنا بيقول لك ان في سلوكيات المفروض ان انت تتبعها وانت بتزور القصر دي. اول حاجه ستاند ان لاين زي هنا كده التيتشر هي قاعده التيتشر واقفه وهم الاولاد قاعدين في اللاين واقفين في اللاين بيحافظوا على المكان. بي سايلنت اور سبيك كوايتلي. طبعا المفروض ان احنا قدام احنا بنزور الاماكن دي ما نتكلمش بصوت عالي ونتكلم بصوت واطي. كيب كلين المكان لازم ان احنا اللي بنروحه بنسيبه ايه نضيف لينا لان ممكن نيجي بعد كده another visitor لازم يبقى المكان نظيف عشان هو برضه ايه عشان ايه entertaining from it يعني برضه يستمتع بالمكان لما يجي. اوكي don't touch anything unless invited to do so. ما ينفعش ان انت وانت بتزور المونومنتس دي ان انت touching any monument. ليه؟ لان غلط ان انت تمسك اي تمثال وتعمل ما تلمسش اي تمثال. انت المفروض انت رايح فيزيتور تحافظ على المكان. اوكي project Egyptian monuments in my city. Search on the internet for the Egyptian monuments in your city and make a poster about four of them and write their names. انت هنا طبعا هو ده زي بروجكت كده بيقول لك انت هتدخل على النت. طبعا انت لو دخلت على النت هتلاقي كتير حاجات الاثار المصريه هنكتبها هنا. هنجيب مثلا بيكتشر ونلزقها هنا ونكتب الاثر ده اسمه. مش عايز منك انفورميشن، هو عايز منك ان انت تجيب اي اثر. يعني مثلا زي احنا قلنا هنا في التشابتر معانا كان عندنا ايه لوكسور تامبل، كان عندها حتشبسوت تامبل، كان عندها ايه البيراميدز. هتجيب انت برضه مونومنتس كده وتلزقها هنا في الايه في الفريندز. اوكي بصوا هنا بقى معايا ده الدرس بقى المهم اللي انا عايزاكم تحفظوه. كلمه تراديشن. تراديشن يعني ايه؟ تقليدي. مونيمنت اصلا احنا في كلمتين هنا المفروض نحفظهم في الجمله هنا في الشابتر ده مهمين جدا وعايزاكم تحفظوهم. تراديشن تقليدي، مونيمنت تراديشن، مونيمنت. اوكي ثانكس ا لوت انتل يو ميت اجين. جود باي.